هذا المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه السنة زاد العدد جداً عن السنة الماضية. كان العدد في السنة الماضية في مصر حوالي 1,500,000 طالب وطالبة، هذا العام وصل العدد إلى 2,000,000 طالب وطالبة، وهذا إن دل فإنه يدل مدى تحفيز شباب وبنات مصر على المشاركة في هذا التحدي. رأينا نماذج فريدة من طلاب وطالبات وزارة التربية والتعليم، شكراً لكل من شارك في هذه المسابقة. نرجو من جميع الطلاب والطالبات المشاركة في السنة القادمة. لمن لم يشارك في هذه السنة كتب الله التوفيق لجميع طلابنا وطالباتنا، إنه على كل شيء قدير.